اوكي اوكي زين. شوفوا هذا السؤال اجى ب 2022 وصارت عليه ضجه شويه، وسؤال خارجي يعني في وقتها كان الفكره ما مطروقه مالته، فاني لازم انطيك افكار لكم حتى وان كانت خارجيه لان هيك افكار تقوي الطالب. شوفي اول شيء السؤال بخباثه، قبل ما احكي السؤال اريد اوضح فد ملاحظه خارج السؤال هسه، يعني ما راح احل السؤال حاطي ملاحظه اذكركم بها. اني من اقول لك مجموع الجذرين يطلع حقيقي. شنو يعني حقيقي؟ ما بي اي حقيقي يعني شنو؟ ما بي اي. ومن حاصل الضربين هم يطلع حقيقي. شنو معناتها؟ وياي بابا بس تبي عليه ايش تسوي؟ لا اشرح شيء لك يعني مهم تبي عليه. عوفي كل شيء تبي عليه. هو السادس؟ هذا النتائج مالته؟ بس ان شاء الله درجات عاليه كلكم. باي عليه. ان شاء الله. هاي معناتها انه المعادله ذات معاملات حقيقيه. معناتها الجذران شبيهم مترافقان. يعني اني اقدر بدون ما اقول لك كلمه ذات معاملات حقيقيه، انتم متعلمين الا اقول لكم ذات معاملات حقيقيه مو؟ لا اقدر اصير لوتي شويه عليكم وما اقول كلمه ذات معاملات حقيقيه، انطيك المجموع حقيقي وحاصل الضرب حقيقي. انت لازم تستنتجين من هاي الملاحظه انهم شبيهم مترافقان. اوكي يعني ماشي واضحه الملاحظه؟ شنو عيدوا لي هالملاحظه يلا؟ ايه صح ايش حكيت؟ انطيك المجموع ايه اثنيناتهم اذا طلعوا حقيقي، اذا انطاك اياهم بالسؤال اعداد حقيقيه، اذا انطاك المجموع وحاصل الضرب اثنيناتهم ما بيهم اي، تستنتجين انه هي جذران مترافقان. ايش بيهم الجذران؟ بدون ما يقول لك ذات معاملات حقيقيه، بدون ما يقول لك شنو؟ يلا مثلا ام زائد ال 4 وام في ال 29، ايش بيهن اثنيناتهم؟ ما بيهن اي، اثنيناتهم ايش بيهن؟ من ما بيهن اي اثنيناتهم معناته انه الجذران شنو؟ مترافقان. وصلت الفكره؟ هاي فكره قويه ترى هاي تخص السؤال. باي همسحها. واضحه الفكره؟ شوفي هذا السؤال ليش بيه خباثه؟ اولا غير اسم الام والال، يمكن انا قلت لكم نقدر نغير الام والال، هاي الحروف ترى مو ثابته. سماهم الام والال؟ زت 1 وزت 2، هاي اول خباثه. هاي اول خباثه يريد يغلط الطالب، شلون يغلط الطالب؟ شو يسوي؟ يغير له الحروف، فالام والال سماها زت 1 وزت 2، سماهن؟ قال لي ذولا زت 1 وزت 2 عددين مركبين، اوكي، وكان شنطاني زت 1 زائد زت 2. من يقول لي هذا شيء يمثل؟ شيء يمثل؟ مجموع الجذرين، شيء يمثل؟ اذا انطاني مجموع الجذرين. اكو شغله غريبه انه مجموع الجذرين اللي انطاني اياه حقيقي لو مو حقيقي؟ صوت عالي. اوكي، هنا أنا السؤال صارت بيفرح. احنا بنات قبل انتم هذا ام زائد ال كنا نسميه، تذكرون؟ الام زائد ال مجموع الجذرين كنت اني اطلعه للطالب، يعني كنت اني من احل اني اطلعه طلعه بالمطالب. هنا الشغله الجديده انه انطاني اياه بالمعطيات، انطاني اياه شنو؟ اذا اول شيء اول معلومه انطاني اياها مجموع الجذرين، شنو انطاني بصوت عالي؟ ايش قد مجموع الجذرين؟ 4. وبعد شنو انطاني؟ حاصل ضرب الجذرين، شنو هذا؟ بنات همي انا حقيقي. من يقول لي شنو الملاحظة هنا؟ من ينطي مجموع الجذرين وحاصل ضرب الجذرين أعداد حقيقية الجذران شبيهم؟ أول شيء استنتجت أنه الجذران مترافقان. وإذا واحد سألك وقال لك شلون عرفتيها؟ شو تقولي له؟ تقولي له لأن المجموع وحاصل الضرب ما بيهم آي. من يكونون المجموع وحاصل الضرب أعداد حقيقية؟ شنو معناته الجذران؟ بابا فهمتوها لو لا؟ والله ما ادري شلون اشرحها بعد. عيدوا لي ايش حكيتوا يلا ايش حكيت؟
من ينطيك من مجموع وحاصل الضرب اعداد حقيقيه الجدران شنو؟ رحمه لوالديك، يعني بدون ما الا يقول ذات معاملات حق يقدر يفرها بهاي الفره، لازم الطالب هو على المجموع وحاصل الضرب. ايش بيهم ذولا؟ حقيقيات يعني الجدران ترافقان. واضحه الملاحظه؟ شو يريدني اطلع له بالسؤال؟ الام والال سابقا شنو اسمهن هنا؟ زت 1 وزت 2. هاي شغله جديده مالي وكان قبل هو ينطيهن مو؟ وكان هو ينطيهن لو لا؟ وراي يقول لي عود كون المعادله التربيعيه ام القالب. زين هسه خلينا نحير نطلع بالبدايه منو؟ زت 1 وزت 2. زت 1 وزت 2 راح افرضهم. بما انه هو قال عليهم اعداد مركبه، شنو الصيغه مال العدد المركب؟ A زائد B I. طبعا انا انطيته حروف لان ما عندي انا اريد اطلعها مو لو لا؟ هو مطلب السؤال زت 1. يا اللي يقدر يقول لي الزت 2 ايش راح يصير؟ اذا فرضت الزت 1 A زائد B I. اي ناقص بي اي لان مترافقان صح لو لا؟ السؤال نسالكم حتى يطلع الزت 1 والزت 2 لازم الطالب يطلع يا حروف اي ومنه. اذا هنا احنا لازم نطلع قيمه الاي. من يطلع الاي والبي يطلع الزت 1 والزت 2. اذا البنات السؤال سؤال شلون عرفناهم مترافقان؟ من يقدر يقول لي؟ لان المجموع وحاصل الضرب اعداد. ايش قولوا لي؟ المجموع وحاصل الضرب ايش بيهم؟ ومن يكون المجموع وحاصل ضرب اعداد حقيقيه يعني هي ذات معاملات فنقول على الجدران شنو؟ ترافقان. زين هسه شلون نطلع الاي والبي؟ هو كم معلومه مطي بالسؤال اذا تلاحظون؟ كم معلومه مطي بالسؤال؟ اثنين. كل معلومه راح اطلع منها حرف، يعني هاي اول معلومه راح اطلع منها الاي، اطلع منها. وهاي ثاني معلومه شو اطلع منها؟ البي. ترى بس يطلع الاي والبي يطلع الزت 1 والزت 2. تعالوا خلينا نستفاد من اول معلومه ننزلها. شنو هي اول معلومه؟ زت 1 زائد زت 2 ايش قد قايل لي؟ اوكي هاي المعلومه راح استفاد منها شو اطلع منها؟ الاي. شو اطلع منها؟ زت 1 والزت 2 عندي قيمهم اقدر اعوضهم؟ لحظه انا فرضتهم مو؟ من يقول لي زت 1 ايش فرضته؟ اي زائد بي اي. الزت 2 ايش فرضته؟ حكي حلو؟ احنا مو نقول دائما البي اي الاي يروح ويا الاي. من يقول لي ليش؟ اشارات شبيهن مختلفه حيبقى عندي الاي. اي زائد اي ايش قد؟ 2 اي. شنو اي تربيع بابا؟ جمعين المعاملات. اوكي قسمها على ايش قد؟ مبروك طلعت الاي. ايش قد طلعت الاي بنات؟ هسه من طلعنا الاي 2 طلعنا اول شيء بقى منو حتى يطلع الزت 1 زت 2؟ بقى البي. بقى منو؟ منو؟ بابا ليش متأخرة؟ تعال فوتي تعال. تبوا عليه. إذا من أول معلومة إيش طلعنا؟ الأي. إيش طلعنا؟ نروح على ثاني معلومة. يا هي ثاني معلومة. حاصل الضرب، دقيقة. زت 1 في زت 2. شو يساوي؟ لحظة زت 1 زت 2 لازم يعوضهم مو؟ ايش فرضنا زت 1؟ من يقول لي؟ اي زائد بي اي. ايش فرضنا زت 2؟ حكي حلو. هذول طريقة الضرب مالتهم السريعة لو توزيع؟ الطريقة السريعة، الطريقة السريعة عشان نخليه بالنص؟ زائد. مربع الاي شنو؟ مربع البي بدون اي شنو؟ دقيقة دقيقة دقيقة. الاي طلعت قيمتها لو لا؟ الاي موجودة طلعناها ايش قد؟ هنعوضها بس 2 شوكو فوق هاي يصير تربيع. دقيقة 2 تربيع زائد بي تربيع 2 تربيع ايش قد؟ يعني احول الاربعة يصير سالب. شو يصير؟ ايش قد يطلع البي تربيع؟ بي تربيع يطلع 29 ناقص 4 ايش قد اكتب راسا؟ 25. من يقول لي شلون تخلص من التربيع؟ بالجذر. ايش طلع البي عندي؟ البي 5 بنات. من طلع الاي والبي يطلعون الزت 1 والزت 2 لو لا؟ تعالوا خلينا نكتبهم حتى ناخذ درجة عالية. يلا. طبعا هنا اللي يسأل ليش ما حطيت موجب سالب؟ ما نخلي اشارات هنا. هنا راح نعوضهم بالزت 1 والزت 2. يلا صوت عالي. زت 1 ايش راح يطلع قيمته؟ الاي ايش قد مالته؟ 2 زائد البي ايش قد؟ بي اي 5. اذا ايش قد طلع الزت 1 بصوت عالي؟ 2 زائد يلا زت 2 عكسه بالاشاره شو يطلع؟ 2 ناقص
أخذت 8/10. من يقول لي ليش؟ بس أول مطلب طلعنا بيه مطلب ثاني، شيرت بالأخير نكون المعادلة. لحظة أم القالب حافظيها مو؟ بلا ردوا ليها. إكس تربيع ناقص مجموع الجذرين في إكس زائد حاصل ضرب الجذرين. زين مجموع الجذرين هو منطيك إياه، إيش قد منطيك إياه؟ رحم الله والديك أنزله. حاصل ضرب الجذرين هم منطيني إياه إيش قد؟ شنو هاي كلاوات؟ يعني منطيني إياه اثنيناتهم مو؟ هذا يا مطلب، هذا المطلب الأول، هذا يا مطلب. أي أفكار تجي بالوزارة؟ أنت لازم تفرضين الزت 1 والزت 2 بهالشكل وتعوضين بالمعلومتين. أول معلومة تطلعين الأي، ثاني معلومة شو تطلعين منها؟ البي. من يطلع الأي والبي طلع عندي الزت 1 والزت 2. هذا السؤال إجا 2022 أعتقد دور أول للتطبيقي لو الأحياء ما أذكر. أي. زين عندنا هسه موضوع يعني مو جديد، نفس موضوعنا معادلة تربيعية، بس حناخذ فت بارت بي كلش مهم وكتبوا عليها مرشح ووايجي وزاري، اللي هو إيجاد الثوابت في المعادلة التربيعية. بعدنا بالموضوع نفسه ترى مع المعادلة التربيعية. يلا عيني انش عليه انش عليه. هذا الموضوع ايش قد ما اقول لكم مهم، لا بعد مهم اكثر. وهذا الموضوع بنات راح يعني تشوفون بيه افكار اثرائيه، بيه افكار وزاريه، وهو يجي بالوزاري. اول شيء خلينا نتعرف عليه شنو، شنو يعني كلمه ثوابت؟ ثوابت بالرياضيات يعني الحروف. هاي الحروف حيخليها بالمعادله هو، وهو حينطيك معادله. القالب تذكروا القالب اللي احنا حافظين ولا القالب ولا ردوا لي اكس تربيع ناقص مجموع الجذرين اكس زائد حاصل ضرب الجذرين. كنا حافظين هذا صح، وكنا نعرف انه باول قوس دائما ام زائد ال، وبثاني قوس شو نخليه؟ ام في ال. وياي باول قوس دائما شو نخليه؟ يعني هاي ثابت اول قوس ام زائد ار، وثاني قوس شنو؟ ام في ار. زين ايش راح يسوي بهاي الاسئله؟ راح هو ينطيك المعادله، بس ها راح يصير خبيث، حيخلي حرف اللي هم الثوابت نفسهم. وياي ثوابت من هم حروف، مثلا يخلي اسمه اي، مثلا اسمه ان، كي، الى اخره. هذني الحروف راح يخليه لو هنا لو هنا. يعني مثلا خلي حرف هنا، من يقول لي الثابت صار اي شيء يمثل؟ لا والله تلقين سؤال خلاه هنا بهذا القوس صار يمثل. يعني بنات بهاي الاسئله هو ينطي المعادله، بس المعادله يخلي بها حروف، يخلي بها حرف، وهذا الحرف هو حيكون مطلب السؤال. ايش راح يكون؟ وياي لو لا. ولذلك ايش يسموا هاي الاسئله؟ اسئله الثوابت. وياي؟ زين انا هذا هاي الاسئله اقسمها الى نوعين، يعني انواع الافكار. قبل ما اكتب انواع الافكار شنو اسم الموضوع؟ ايجاد الثوابت. يعني هو مو موضوع جديد، نفس الموضوع بس نقول بارت من الاسئله، نوع من الاسئله. ينطيني المعادله بس شي يخلي بيها حرف مجهول، هذا المجهول يطلبه مني بالسؤال اللي هو لو يسميه اي لو يسميه ان، يعني هاي الحروف اوكي الى اخره. اني هذا الموضوع اقسمه الى قسمين، نوعين من الاسئله. اول نوع راح اسميه بعض، اول نوع ينطي المعادله جاهزه بالسؤال. شنو يعني جاهزه بنات؟ يعني ما تحتاج تبسيط، لا تحتاج شنو تبسيط. خلينا نسميه المباشر، هذا انا بالدستور هم سويته تتذكرون. شو نسميه؟ مباشر. يعني اليوم راح نبلش به ان شاء الله. هذا هو ينطيني المعادله بس ما بيها تبسيط، جاهزه. طبعا هذا اسئلته عباره عن كتاب، هو بي سؤال مال كتاب اللي يخص الموضوع، زائد عفيه وزاري بي وزاريات هم يعني.
اوكي هذا اعطاني المعادله جاهزه. النوع الثاني هذا النوع الاول، النوع الثاني شو ينطي المعادله؟ غير جاهزه. يعني شنو غير جاهزه؟ لا هنا انتبهي، عفوا هنا تحتاج تبسيط. اي ولذلك ايش راح نسميها؟ غير مباشرة. غير شنو؟ هذا ما بي أسئلة كتاب صراحة، هذا عبارة عن وزاري وإثرائي. إيه؟ بي إثرائي. هذا مو اليوم ناخذه إن شاء الله، يعني حنبلش هسه بمن يا نوع ستود. عرفتوا انه هذا النوع بس هو يطش المعادل، هو يطش المعادله ترى غريبه مو شويه، انتم متعلمين المعادله قالب انتم تكتبوه صح؟ لا هو راح ينطيها بس راح يخلي بها الخبيث، خلي بها مجهول، خلي بها شنو؟ حروف. هي اسمها اسئله الحروف الثوابت، مو هاي الحروف احنا نطلعها، سمي اي سمي ان، طبعا بكيف الحرف. انا اول شيء راح ابلش يا نوع بنات، الاول سميناه المباشر مو المعادله تكون بيه شنو؟ معادله ما تحتاج تبسيط جاهزه. شوفوا راح اشرح لكم بالضبط شو تسوون، راح اشرح لكم بالضبط شلون ينطي السؤال وبالضبط شنو تسوين. يعني هاي الملاحظات اللي راح اكتبها حتى ما موجوده بالملزمه. شوفي بالبدايه بهذا النوع دائما ينطيك الام، هو بالبدايه يعطي يقول لك احد جذريها، يعني لما تاخذي تي ام لو ال ام وناخذه دائما بهاي الاسئله ينطي الام بالبدايه. حكي حلو، ينطي منه الام هنا الماده هنا اعتقد. وين تباعين جوا القاع؟ توين قبل شوي بنين كانت تباعينها على القاع هنا ترى هنا هذا المستقبل هنا. لا لا صفني على القاع هنا. اي عفوي اخوك والله هسه يلا طلع 80 هسه ايش راح تضيفي له انت؟ نجاح؟ إيه هاي ايش بيك؟ هسه الحير بيك هسه اخوك هاي عبر راح بعد 90؟ اي يلا هاي الحمد لله ان شاء الله زين. ايش بيك؟ تبكين انت؟ مريضه؟ زين تبي علي هاي اذا طيت 92 وين تلزم؟ بعد ما تمثال يسوي لك شنو؟ أمك يعني مش طالبة سادس؟ طالبة نجحت؟ شهادة ثانية. بس شو سالفتك استوي؟ كب النص ساعة قلت رسبت؟ لا يعني صوت عليها قلت رسبت؟ لا بداية خوفتني أنا من أنا بس تعتي تجيني بس زين يعني والدتك بهيج عمر تدرس أنا حفظتها عشت يدك الله ان شاء الله قبول الزين ان شاء الله ان شاء الله احسن كليه واحسن قبول والله ما ادري ان شاء الله الك وعد اعلى ما نسعي ان شاء الله يلا عيني وياي باعوا بنات اول شيء ينطيك هو الام بالبدايه بدايه السؤال بس ما يقولك ام يقولك عليها شنو احد جذريها بس هو منو احد جذريها ام هو يطيب السؤال بعد شو ينطيك؟ ينطيني المعادلة هو ينطيها بس بنات المعادلة دقيقة انتو حافظين القالب مالتها؟ ردوا لي اكس تربيع ناقص مجموع الجذرين في اكس زائد حاصل ضرب الجذرين صح. بأول قوس ايش راح نخليه؟ ام زائد يا لا هو مو راح اخليه هو دائما هذا ثابت مو لو لا اول قوس ما يتغير اللي بصف الاكس دائما شي يمثل هذا شي يمثل من يعرف حلو زين اسالكم سؤال هو يخلي حرف واحد لو حرفين بس واحد ما يقدر يخلي حرفين كم عرف يخليه وهذا الحرف لو يخليه باول قوس لو يخليه اذا خلاه باول قوس فهو شي يمثل ام زائد يا واذا خلاه بثاني قوس شوفوا بنات بعض واحد من عندهم حيكون مجهول مطلب السؤال واللاخ معلوم
واللاخ شنو؟ يعني مو اثنين مجاهيل، لا، واحد حيكون مجهول واللاخ معلوم. يعني باعي مثلا نقول خلي حرف الاي هنا، هذا المجهول ايش مثل؟ من يقول لي؟ يعني ايش تساوي؟ القوس اللاخ ما يصير يخلي حرف هم يعني، لا يخلي عدد مركب. مثلا 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 3 زائد 4 هاي، هذا معلوم، هذا شنو هذا؟ اذا بالمعادله دائما دائما ينطي مجهول ومعلوم، ما يصير ينطي اثنين مجاهيل بالاقواس. واحد مجهول واللاخ شو يكون؟ ممكن بالعكس بنات يجوز يعني اقدر اخلي الاي هنا والعدد المركب مثلا مثلا اي عدد يعني فكره. المهم اوكي، صار المجهول شي يمثل هنا، من يقول لي؟ والمعلوم شي يمثل. اذا خلينا نتفق على شغله بنات، انه المعادله اللي ينطيها بالسؤال بيها شغلتين، بيها كم شغله؟ يلا شنو هي الشغلتين؟ عافيه، مجهول ومعلوم. ثواني، مجهول يكون هو الحرف اللي هو يكون مطلب السؤال. نقول مثلا لو حرف اي، لو حرف ان، الى اخره. المعلوم شو يكون؟ شكل عدد مركب، شكل عدد مركب يكون صيغته شنو؟ اي زائد بي. طبعا اكيد المعلوم، طبعا هذا مطلب السؤال، هذا شنو؟ مطلب السؤال اللي هو يخليه حرف لو اي لو ان. هذا لا، هذا راح نستفاد منه، معلومه نستفاد شنو منها. اذا البنات بصوت عالي بعد، دائما دائما المعادله اللي ينطيها بالسؤال بيها شغلتين، شنو الشغلتين؟ مجهول ومعلوم. مجهول ومعلوم، المجهول اللي هو الحرف، مو اللي يكون له حرف اي لو ان لو ال لو كيف ايش يسميه هو، مو لو لا، هذا المجهول لو يخليه هنا لو يخليه هنا. المعلوم شو يكون؟ بشكل شنو؟ بشكل عدد مركب، اي زائد، بس اكيد يعني مو حروف، يجي ارقام. ماشي زين، بالله خليني اختبركم شويه، راح اخلي مجهول ومعلوم ولا تقولوا لي من المجهول من المعلوم؟ لحظه، هذا الان شو يمثل؟ مجهول، شو يمثل؟ ام زائد ال. المعلوم اثنين ناقصها شو يمثل؟ اقدر اقلبهم؟ حلو، اذا هسه هاي المعادله ينطيها بالسؤال، ينطيها وين؟ خلي نحكي هسه شلون الطالب يحل السؤال. نعيد نعيد اللي اخذناه. اول شيء شنو ينطيني بالبدايه؟ ام. شنو ينطيني بصوت عالي؟ ما يقول لي عليها ام، شو يسميها؟ احد. وينطيني بعد شغله الاخ، ينطيني معادله، شنو ينطيني؟ المعادله بيها شنو شغلتين؟ معلوم. ايش بيها؟ استاذ مؤمل شلون اجي احل؟ مثل الخطوات الحل علمني تدلع. هاي الورقه مالتك هسه، هاي الورقه مو لولا، هاي الورقه مال الطالب، شلون راح يجي يحل؟ شو يسوي؟ عينك عليه، عينك هنا عليه، عينك عليه، ها رقع ايش بيجي؟ عينك عليه، مو بس تطبين كلهم بعون عليك، معود عينك هنا. اول شيء نقسم الورقه بالنص، نقسم الورقه بالنص. شوفي انا قلت لك الام ينطيك اياها كتبي بالمعطيات، حكي حلو؟ الام هو ينطيك اياها فكتبي بالبدايه بالمعطيات. ايش اريدك تسوين؟ قسمين الورقه بالنص. المعادله اللي ينطيها بها كم شغله قلنا؟ شلنا شغلتين. حلو، اريد تكتبي لي من هالجهه المعلوم، اخلي عدد من قلبي مثلا، مثلا نقول 3 اوكي، هذا المعلوم من هالجهه. خلينا نقول يمثل، والله خلينا نقول هنا 3 زائد 4 بس حتى اوضح الفكره. وهنا حرف اي. هسه ايش عندي هنا بالمعادله؟ معلوم؟ ثواني، اريد من هاي الجهه تحطين المعلوم. اللي هو يكون عدد مركب، اللي هو ايش يكون؟ لا تسالون هذا السؤال دائما، لا مو دائما هذا الرقم، هذا من قلبي الرقم. ممكن يتغير. اي من هالجهه خلي المعلوم، ومن هالجهه ايش تخلين؟ المجهول. باعي هذا خلينا نقول يمثل، سوى شيء مثلنا من يعرف؟ ان في ال، فايش راح نقول عليه؟ شو يساوي؟ ان في ال. من هاي الجهه ايش تخلين؟ المجهول اللي هو من وين المجهول مالتنا؟ اي، حرف اي شو اسمه؟ شو يساوي الاي هنا بنات؟ زين، هسه خلينا نتفق اتفاق انه دائما من هاي الجهه اليسرى شو نخلي؟ ومن هاي الجهه شو نخلي؟ هذول منين راح نروح نجيبهم؟ من المعادله اللي ينطيها بالسؤال، من المعادله
ممكن ينقلبن اماكنهن عادي كلش عادي، بس انت لازم تعرفين انه هذا المكان ثابت من شيء مثل ام زائد ال، هذا شيء مثل ما يتغير عندنا. اوكي اذا ثابتات بمن نبدي؟ لا خل اسالكم سؤال، هسه الاي اقدر اطلعها؟ من يقول لي اي من يقول لي لا؟ انا اقول لا ما يصير، لان بس الام موجوده الال موجوده، الال ما موجوده، اذا نروح على اليمين. وليش انطاني معلومه لعاد؟ اذا المعلومه شنو فائدتها؟ حتى نطلع منها ال، شنو نطلع منها بصوت عالي؟ اذا اول شيء تبدين به خطوه الاولى هو المعلوم. تعالي الام عندك، من اعوض الام؟ من اعوض الام اقدر اطلع ال لو ما اقدر؟ اقدر، حيطلع عندك ال. من طلعت ال هسه يطلع المجهول، يطلع لان ال صار موجود. اذا اول خطوه نبلش بيها بمن نبلش؟ صوت عالي، بمن نبلش؟ شو نطلع من عنده؟ ال. شو نطلع من عنده؟ ومن اطلع ال اقدر اطلع اللي يريده بالسؤال المجهول؟ ينحل، لانه انت بالبدايه ما تقدرين تطلعين المجهول لان ما عندك ال، هو ينطيك بس ام بالسؤال. شو ينطيك بالسؤال؟ بس هو يعني صار حباب وانطاني معلومه وين؟ بالمعادله. هاي المعلومه استفاد منها، اطلع منها ال بعدين. اذا بنات رحمه لوالديك، من تحلين هذا النوع من الاسئله قسمي الورقه بالنص. نقسم الورقه شنو؟ من هالجهه نخلي المعلوم، من هالجهه شنو نخليه؟ زين بلش بالمعلوم لو بالمجهول؟ شنو نطلع من عنده؟ من يطلع ال يطلع المجهول لو ما يطلع؟ عاشت ايدك. والام كتبه بالبدايه هو ينطي دائما، الام ينطي شنو؟ اذا يلا نعيد اخر مره، من ينطيني هيك نوع من الاسئله اقسم الورقه شنو؟ نصين، من هاي الجهه مجهول، من هاي الجهه؟ نبدي بالمعلوم لو بالمجهول؟ شنو نطلع من عنده؟ ال. من يطلع ال يطلع الحرف لو لا؟ راح اطبق هذا الحكي على السؤال مال كتاب، ححله تقوله صوره اول شيء وانتم وراها تحلون سؤال. اي 3 2 1 2 راح احل لكم هذا السؤال و وراها تحلون سؤال نفسه بس اغير الارقام، سؤال وزاري. شوفوا هذا السؤال مال كتاب، اولا سؤال مال كتاب، اذا كان 3 زائد اي هو احد جذري المعادله، اوقفوا، هذا من يقول لي شيء يمثل؟ هذا الام، منو هذا؟ اذا 3 زائد اي هو الام منطيني اياه. انا قلت لكم بالبدايه ينطي الام، شو ينطي بالبدايه؟ انطى معادله. استاذ مؤمل ايش علمك تسوين للورقه؟ تقسميها بالنص. شو تسوين؟ نقسم الورقه بالنص. هاي بشهاده، هاي بشهاده، اوكي زين باي. المعادله اللي ينطيك اياها بها معلوم وبها مجهول، ايش بيها؟ حلو، نخلي من هالجهه المعلوم، اتفقنا هاي لا تكتبوها، انا حكتبها للتوضيح. ومن هالجهه شنو نخلي؟ ثواني اريد اسالكم سؤال، من المعلوم من المجهول بصوت عالي؟ الاي هو المجهول، شو يمثل بصوت عالي؟ ام زائد ال. احنا اتفقنا اللي بصف الاكس دائما ام زائد ال، اللي بصف الاكس من هو؟ وهذا شو يمثل؟ ام في ال، اللي بالاخير ام في ال. تعالي نزلي المجهول، او خلينا ننزل المعلوم عفوا، 5 زائد 5 اي صوت عالي شنو يساوي؟ ام في ال. عوفي تعالي هسه على الاي، الاي شو يساوي؟ ام زائد ال. اكو مشكله بكتابتهم؟ قبل ما اكمل حل، هو ترى يريد مني قيمه منو؟ الاي، والجذر الاخر يقصد ال اللي احنا اصلا راح نطلعه مو لولا، فانا يريد مني شغلتين، يريد مني ال والاي، انه اصلا راح يطلع. منو يقول لي بمن نبدي؟ بالمعلوم لو بالمجهول؟ بالمعلوم، حتى نطلع الال، حتى نطلع الاي، لان الاي هسه ما تطلع، لان بس ام عندي، ال ما عندي، ابلش بالمعلوم. من هاي ايش اقدر اطلع؟ ال، ايش اقدر اطلع؟ عينك علي، من اعوض الام اللي هو منطيني اياه حيطلع الال، خلينا نجي نعوض. في ال. ثواني بس. بنات نقسم لو ننقل؟ في اذا اكو نقطه ضرب، اسمحي لي شويه، اذا اكو ضرب نقسم، اذا اكو زائد تعرفوها مو لا، اذا ضرب نقسم على معامل ال،
اذا اكو زائد او ناقص هسه احنا نقسم لين ضرب صح؟ هنقسم على معامل ال اللي هو من هو؟ الطرفين ثلاثة زائد اي. هسه سهله يطلع ال ال صح؟ حنضرب هذا بالمرافق تعرفوه. شنو المرافق المقام؟ ثلاثة ناقص اي على ثلاثة ناقص اي. لحظة ال اي الجو الطريقة السريعة تسعة زائد واحد مو تعرفوها؟ الفوق توزيع خمسة في ثلاثة 15 خمسة في سالب اي سالب خمسة اي خمسة اي في ثلاثة 15 اي خمسة اي في سالب اي سالب خمسة اي تربيع وياي لو لا زين الاي تربيع يروح صير موجب خمسة 15 زائد خمسة لحظة ال تساوي هسه المقام عشرة تسعة زائد واحد 15 وخمسة 20 عافية هذول طرح لو جمع إشارة الكبير ونطرح 15 من 5 شقد 10 اي هسه شو نسوي هسه نختصر نوزع المقام على البسط ونختصر صفر ويا الصفر يروح ويا هذا الصفر يروح يطلع 2 زائد 1 اي اجى الشيخ منتظر الخفاجي دخل علينا استاذ حبيبي شلونك شلونك الله تتذكر فاطمه قاسم اللي بالمنصور اي جابت 99 بالرياضه اعلش والله بطلة اهنيك استاذ حبيبي طبعا ان شاء الله طلابك كلهم دكاتره بس انت بيك شاء انت كل شيء بيك حلو شوفوا اي مدرس فيزياء الاول على العراق حلو اي وصل فكره يمكن ماكو واحد مثله حلو صديق وابو وقفات وصدق عنده وقفات وياه مثل بس هي شغله مو زينه صح شغله واحده انت هم بيك شغله مو زينه واحده اللي هي هاي ريال مدريد خذ جابك على ريال مدريد حول على برشلونه ما اقدر ادمي بالقران مو انت كل شيء بيك حلو اوكي اوكي انت شنو اللي عجبك برشلونه انا مو قايل لك لو عندي اخت ازوجها لك حلو زين بعد يوم سوي بس والله العظيم هو هاي عيب انه رياض اللي عجبك برشلونه انتماء لهذا النادي انتماء شنو عجبك بطولات السنه بابا احنا على الصراع وعلى الضراء يعني نبقى وياهم بالزين والموزين صفر موسم صفر يكون شلون ماخذين ولا بطوله استاذ انت النادي من يوقع هاي ما يصير تعوفه استاذ هسه هذا شو يصير تعرف هذا 2 زائد اي انا وين راح ارجع اعوضه استاذ الله اكبر لك صدق شيخ انت حتطلع الاي عدي استاذ هذا السؤال مال الكتاب كلش مهم معلمهم دائما انه من المعلوم يطلعون ال والال ياخذوه يعوضوه هسه يطلع عندنا الاي الاي ايش راح يصير عندي هسه استاذ حعوض الام واعوض ال الام هو اصلا مطيب السؤال هذا هو مطيب اصلا والال قلنا والال منين طلعناه احنا توزع لا استاذ جمع مو توزع جمع اوكي نجمع عافيه هو قصدك جمع انت شلون نجمع اعداد مركبه استاذ حقيقي وحقيقي الله اكبر واي زائد اي اي الله اكبر صفقوا له صفقوا له عمي صفقوا له والله صحيح اخذ 10 من 10 ليش حطيت ناقص شو ناقص ليش جاوبه جاوب زائد زائد غلطت هذا زائد زائد غلط صفقوا له مره ثانيه زين انا دا اختبره بس هو اللي قفه انا غلطان زين بس نرجع شويه هذا الال طلعناه مو بنات نرجع وين نعوضه ونسوي عمليه جمع حقيقي وحقيقي واحد اي زائد واحد اي اثنين اي عافيه اوكي خمسه زائد اثنين اي صعب لو سهل دائما نبدي بالمعلوم نطلع منه ال وبعدين نروح على المجهول اي طبعا سهله السالفه مال مرافق انتم اكيد تعرفوها مو لا اعطيكم سؤال تحلوه بس ترى راح اغير الحروف ما راح اسميه اي راح اسميه ان وغير الرقم ماشي هبقي هذا السؤال هبقيه دقيقه هو ما صارت هوسه هنا تعرفوها مال المرافق ترى يعني عيب عليكم ما تعرفوها زين خليني اكتب لكم السؤال هنا انا دقيقه وين الاقلام اقلامي وين هي؟ لا لا اقلامي خذن نور اخذتن اعطيني قلم صب اي والله راح اكتب لكم هذا السؤال هبقي هذا الك كرار عليها صبور اكتبه افضل لا مو اريد هذا بقي انه كرار ايش بيك اريد لا اكتبه اذا كان ما راح احل كرار يعني بس خلي جماعه الكترونيك يشوفوا 3 ناقص 4 اي سدوا الملازم هو احد جذري المعادله يلا حنطيك المعادله اكس تربيع ناقص ان اكس غيرت الحرف كان اي سميته
عادي نفس الشيء زائد 10 ناقص 5 اي. بنات يا ريت من تحلون تسوون مثل ما انا يعني خط بالنص معلوم ومجهول. يريد قيمة الان، ما قيمة الان وما هو الجذر الثاني؟ يا ريت تحلين مثل ما انا قبل شوية سويت. اول شيء هذا شيء مثل المطيشة بالبداية بصوت عالي ام، شنو هذا؟ كتبي ام يساوي هيك النوبه. قسمي الورقه بالنص، خلي المعلوم منا مجهول منا. يلا تعرفون يا هو المعلوم، هذا المجهول شي يمثل وهذا المعلوم شي يمثل. اوكي يلا حلوا لي تبع عليه. طبعا طلاب الالكتروني المفروض يطلع عندكم ال 2 زائد اي بذاك السؤال، والان 5 ناقص 3 اي، هاي حلولهن. اوكي على مود تعرفون حلكم صح لو غلط. زين موجود بالملزمة ايضا اللي يريد يشوف حله، نفس فكرة ذاك السؤال. هذا السؤال لاخ وزاري بس شوي بغير فكرة. هو شي يسوي اقوى شي يقلبهن، يقلب اماكنهن، لا بس يقلب اماكنهن، هاي اقوى شي يسوي. هذا كله احنا يا يعني نوع نسميه النوع الاول المباشر، شو اسمه؟ شوف ايش منطيني بالبداية، كنا اتفقنا على انه هذا احد جذري المعادلة، ايش نعتبره؟ ام، نثبته بالمعطيات ام. اوكي انطاني معادله بس انتبهي قلب اماكنهن، خلى المجهول ام في ال. اصلا ايش كتبت انا وزاري؟ ال سؤال وزاري هذا. اوكي خلى المجهول من يقول لي شيء يمثل صار ام في ال، والمعلوم انقلب اماكنهن مو لو لا، انقلب اماكنهن. كان الاي يكتبه بالبدايه ذاك السؤال، كان الاي وين مكتوب؟ هسا غير اماكنهن فالاي صارت ام في ال مو ام زائد ال، والمعلوم صار انا مثل ما علمتكم اقسم الورقه بالنص، منا المعلوم منا المجهول. المعلوم 3 ناقص اي، من يقول لي بصوت عالي شيء يمثل؟ ام زائد ال. المجهول اللي هو اي شيء يمثل؟ ام في ال. طبعا للعلم هو يريد قيمه الجذر الثاني اللي هي ال وقيمه الاي، هو احنا نريد اصلا نطلعها. نقدر نطلع الاي هنا، من يقول لي اي من يقول لي لا؟ انا اقول لا لان بس ام موجوده ال موجوده. منين نطلع ال؟ اذا احنا اول شيء نبدي بالمعلوم، بمن نبدي؟ نعوض الام بنات اللي هي ايش قد قيمتها؟ واحد زائد 2 اي زائد ال يساوي 3 ناقص. بنات هنا نقسم لو ننقل، ننقل ليش؟ لان اشاره شنو بالنص؟ فذولا ننقلهم مو نقسم عليهم، عرفتوا ليش؟ لان شكو بالنص بينه وبينها زائد. زين لو اكو نقطه ضرب شو نسوي؟ قسم. اذا ال تبقى بمكانها، هذا يبقى بمكانه. يلا سولفوا لي، الواحد اشارته موجب ان انقله شو يصير؟ الاثنين اي اشارته موجب ان انقله شو يصير؟ حقيقي وحقيقي. يلا سويه حقيقي 3 ناقص 1 لا ليش سالب؟ موجب 2. تخيلي طبعا هذا الآي معاملة شنو؟ سالب 1 آي سالب 2 آي سالب 3 آي. هذا منو طلع بنات؟ وين أعوضه هسه؟ هنا أنا صار موجود لو لا؟ صار موجود. هسه نجي الآي نقول يساوي ننزل الأم وننزل الآل. الأم هو منطي أصلا إيش قد؟ 1 زائد 2 آي. الآل إيش قد؟ من يقول لي ايش راح نسوي هسه؟ توزيع عافيه، 1 في 2 2 1 في سالب 3 اي موجب 2 اي في 2 موجب 4 اي موجب بالسالب سالب 2 في 3 6 اي في اي الاي تربيع تروح حقيقه وحقيقي دقيقه دقيقه 2 زائد 6 8 اشارات مختلفة، اشارة الكبير ونطرح طلع عندي الاي 8 زائد اي. ها عيني واضح سهل؟ هذا بالنسبة للنوع المباشر اللي هو حنمتحنكم به ان شاء الله المحاضرة الجاية.